خلونا بقى نشوف السكور بتاع الحكام هيزيد هيقل. انتوا كنتوا جايبين 280 في الجولة الأولى، يا ترى الحكام هيعملوا ايه؟ وهبتدي بدكتور خالد. هنافس رندا لأول مرة وهزود 5 لان انت عمرك ما جبت رقم ال 80 ده. ما لازم اجيبه مره، يعني مره في العمر. هو عايز انا مبسوط منهم جدا، عندي سابق خبره، شجعت الشباب من جامعه جنوب الوادي، ولازم نحيي الجامعه دي، جامعه عظيمه جنوب الوادي. شجعتهم، كانوا بيعملوا عربيات بالطاقه الشمسيه، كسبوا مسابقه على مستوى جميع الجامعات في مصر، اللي هم ناس يعني عندهم فلوس اكتر وعندهم امكانيات اكتر، وكسبت. فانا بشجع جنوب الوادي وبشجع انا جدا. 80 دكتور خالد. دينا، انا برضو يعني بشجعكم جدا، ويعني مبهوره بالشغل اللي انتوا عاملينه وبحييكم، يعني برافو برافو. انا هديكم 10 نقط زياده. و10 نقط زياده 75 لدينا المفتي. رندا، هنتعادل. هتفضلي 80 لرندا. وايمن، انا مبسوط قوي انه كمان شايف ان هم فكروا في البيزنس موديل كويس قوي، فكره ان هو الحاجات الكاستمايز مع ان الفوليوم بتاعها اقل بيعمل عليها بروفيت اعلى عشان يمول التاني، دي فكره هايله. الاكسبانشن واضحه بالنسبه لي هتعملها ازاي، فانا مش عاده بطلع 15 كتير، بس المره دي هطلع 15. اوبا 75، يعني 310، ومن المرات القليله اللي بنكسر ال 300 مع اولاد الصعيد من جنة، مشروع برمودا. 310 ده رقم كبير جدا يا شباب، يعني قدامكم لسه كمان فرصة ثالثة تزودوه أو تحافظوا عليه، ومش عايزين تنقصوه، ربنا يستر. بشكركم مصطفى وموسى، بشكركم شكرا جزيلا، وأستناكم في المناظرة. واضح ان انتوا يعني موضوع المخلفات ده موضوع مهم، ولانه موضوع اساسي في لا ده انا هستثمر معاهم اكيد، دول بعد البرنامج. اوه عندكم مستثمر اهو، واضح. لا اصل محتاجين فلوس كتير، هم ما اعرفش حاسبينها ولا لا، هو محتاج بقى، انا شفت المكن اللي حاطه، لا ده محتاج فرامه بجد عشان يوصل 30,000، محتاج دراسه، محتاج يعني محتاج مكن بقى، مكن يقدر ينتج في اليوم اطنان واطنان وتعبئه وتغليف، والبرايسنج استراتيجي كمان، اللي هي الاستراتيجيه التسعير بتاعتهم مظبوطه جدا، يعني 30% بيعملوا عليها 3 أضعاف او 4 أضعاف الثاني، فبيعوض بال هو بس موضوع الكاستمايزنج ده، بس هو نسبه قليله، بس بيعمل عليها بروفيت عالي قوي، صح؟ عاملين لها برايسنج مظبوط مظبوط جدا، يخليها مظبوط بس في السكيلينج يعني.